إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. عباد الله، لقد جعل الله سبحانه وتعالى فاتحة العام الهجري شهرا مباركا، ألا وهو شهر المحرم، وهو كما تعلمون من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الحسن: إن الله تعالى افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم. عباد الله، ومما اختص الله سبحانه وتعالى به هذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر المحرم، يومه العاشر، وهو يوم عاشوراء الذي يقابل يوم غد بإذن الله تعالى. عباد الله، في مثل هذه الأيام وقبل آلاف السنين أنجى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى وقومه من أعظم طاغية على مدى التاريخ، ألا وهو فرعون. فالله تعالى قادر على أن يهلك الظالمين في أي لحظة ويأخذهم على حين غرة، ولكنه ابتلى بهم عباده المؤمنين. رب سبحانه وتعالى سلط هؤلاء الظالمين أولا بذنوب عباده، ثم ثانيا ليبتلي عباده المؤمنين بهم، وذلك ليكشف معادنهم ويمتحن صدقهم وصبرهم. عباد الله، قصة موسى عليه السلام مع فرعون من أكثر القصص تكرارا في كتاب الله عز وجل، أكثر من 30 مرة ذكرت في القرآن الكريم، وذلك لما اشتملت عليه من العظات البالغة والحكم الباهرة والآيات القاطعة. عباد الله، وكما تعلمون تبدأ قصة موسى مع فرعون منذ أن كان موسى جنينا في بطن أمه، حيث رأى فرعون في منامه أن ملكه سيزول على يد غلام يولد من بني إسرائيل. رأى مناما ففسروا له ذلك المنام أن ملكه سيزول على يد غلام من بني إسرائيل. استشاط فرعون غضبا وأمر بذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل. يقول تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويريد الله سبحانه وتعالى غير مراد فرعون ويقدر غير تقديره، وهكذا شأن الطغاة في كل عصر، تخدعهم قوتهم ويغرهم سلطانهم، والمنافقون من حولهم يزينون لهم، فيظنون أن القدر يقع كما يريدون، وينسون قدرة الخالق وأنه يأتيهم من حيث لا يحتسبون. يقول تعالى:
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. في هذه الظروف الحالكة يولد موسى عليه السلام، يولد موسى عليه السلام، فترجف أمه وتحتار، ولكن الله تعالى يلهمها ما لا يخطر على عقل بشر. يقول جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحانه وتعالى يعني يأتي بالشيء الذي لا يخطر على البشر، وقد يأتي الفرج من حيث لا يخطر على بال البشر. استجابت أم موسى بكل إيمان وبكل ثقة في ربها، استجابت لهذا الإلهام الإلهي، وصنعت لابنها صندوقا وألقته في نهر النيل، يمضي الموج بالمولود الضعيف داخل الصندوق حتى بلغ قصر فرعون. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لفرعون: يا فرعون، لا تتعب نفسك بالبحث عن الغلام الذي سيزول ملكك على يده، فإنه سيتربى في بيتك ويأكل من طعامك ويلبس من كسائك. يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يلتقط آل فرعون ذلك الصندوق فيأخذوه لآسيا زوجة فرعون، فلما فتحت التابوت وجدت فيه ذلك الغلام الضعيف، فيلقي المولى جل وعلا في قلبها فيضا من الرحمة والرأفة والحنان على ذلك الطفل الرضيع. يقول تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اتخذت آسيا زوجة فرعون هذا الجنين ابنا لها، فقد كانت عاقرا لا تلد، ولكن هذا الجنين يفاجئهم بأنه لا يقبل ثدي كل المرضعات. الذي عرض عليهم رفض ثديهم ورفض معناها حليبهم، فاحتاروا في أمره واجتهدوا في تغذيته بكل ممكن. وبينما هم كذلك إذ بأخته تقبل عليهم، وقد كانت أمها قد أمرتها بأن تتابع أخاها وهو في الصندوق لتعلم مستقره وتستطلع خبره. قال تعالى: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ففرحوا بذلك، فرح آل فرعون لما وجدوا أن امرأة تقدر أن ترضع سيدنا موسى عليه السلام، وذهبوا معها إلى منزلهم. فلما رأته أمه ما كادت تصدق عينيها، فأخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فأخذ يرضع بنهم شديد. وهكذا يأبى الله عز وجل إلا أن يحمل آل فرعون هذا الوليد إلى أمه التي خافت عليه منهم. آيات من رب سبحانه وتعالى. ثم يعطوها مع ذلك أجرة على إرضاعها له. يقول تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن المستحيل عباد الله أن يضيع الله سبحانه وتعالى من لجأ إليه ومن وثق فيه. رب سبحانه وتعالى لا يضيع، لا يضيع أي مؤمن لجأ إليه، وأي مؤمن جعل ثقته في رب سبحانه وتعالى. عباد الله، يكبر موسى ويبلغ أشده، فيصير يأمر وينهى ويقول فيسمع، ولا عجب في ذلك، فهو ابن فرعون الذي تربى في قصره. يقول تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي يوم من الأيام بينما موسى يتجول في المدينة إذ به يقع في محنة عظيمة، والابتلاء سنة ربانية، وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم من دونهم. يقول تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه،
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قتل موسى رجلا من قوم فرعون. انتشر الخبر في سرعة الريح في كامل المدينة، فأجمعوا أمرهم على قتل موسى. فجاءه ناصح من أقصى المدينة ينصحه بمغادرة البلاد، فخرج منها كما قال تعالى، فخرج منها خائفا يترقب. توجه موسى بإرادة المولى جل وعلا إلى مدين، توجه إلى مدين وهو مكان الآن لا موجود الآن في شمال الغرب للمملكة، على معناها على خليج العقبة في شمال المملكة بعد مدينة تبوك يعني، وآثاره موجودة إلى اليوم قرى مدين. إنها إرادة الله عز وجل أن يخرجه من حياة الترف الذي عاشه في بيت فرعون إلى حياة البدو حيث شظف العيش، لأن الترف والقصور لا تربي الرجال. الذي يربي الرجال هو حياة الشدة وحياة الشظف وحياة الجوع. يقضي موسى 10 سنوات في قوم مدين، يرعى فيها الأغنام كما رعاها الأنبياء وكما رعاها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأكل فيها بعرق جبينه، والذي لا يأكل بعرق جبينه لا يمكن أن يتولى المناصب العليا، ولا يمكن أن يقوم بأمر دولة، ولا يمكن أن يقوم بأمر شعب، ولا يمكن أن يأتي منه خير. الذي ما يعرفش معناها كد الجبين وعرق الجبين هذا ما يطلعش راجل أصلا. يذوق التعب الذي يعيشه عامة الناس، فحياة الترف والخمول لا تربي الرجال. ما يربي الرجال هو الكد، هو العمل، هو السفر في أرض الله. كذلك لسنة السفر لطلب العلم ولطلب الرزق، ما يتكون الإنسان إلا لما يغادر بلده ويتأمل في أرض الله عز وجل. بعد انقضاء الأجل، بعد انقضاء السنوات 10، يقرر موسى الرجوع إلى مصر، مصر التي خرج منها خائف، مصر التي قتل فيها رجلا ولكنها مشيئة المولى عز وجل. وفي الطريق يطيه موسى ويشتد عليه وعلى أهله البرد، وبينما هو في هذه الظروف القاسية يقول المولى عز وجل: إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا له من أمر عباد الله، لما أوحى ربي سبحانه وتعالى وكلم الله سبحانه وتعالى موسى أمره بأمرين اثنين: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلا توحيد إلا بالصلاة، ولا صلاة إلا بالتوحيد. هؤلاء الذين يقولون لنا أن الإسلام في القلب وأنا مسلم ولكني لا أصلي، هذا نقول له: ما فهمت شيئا من الإسلام، وليس لك شيء من الإسلام، كلام فقط. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري مباشرة. ماذا بعد ذلك يا رب العالمين؟ ما هو الأمر الموالي؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. بعد التوحيد والصلاة، بعد العبادات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الحق، الوقوف أمام الظلم. لذلك الذي هذا الذي يصلي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يناصر الحق ولا يقف أمام الظلم ولو بالكلمة ولو أدنى شيء حتى بالقلب، هذا لم يفهم شيء من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم وكما بينا منذ سنوات أن سنأتي على أيام الفتن وبدأنا فيها وسنبدأ فيها قريبا، الآن عشرات الدعاة يسجنون بدون شيء، ولكن الأمة في سبات عميق. لو كان لاعب كرة أو فنان سجن لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن اليوم بدون أن نثير الحساسيات الدعاة إلى الله يسجنون بدون إثم في بلاد الإسلام والمسلمون في سبات. فلذلك أي داعية يدعي أنه داعية يتكلم في الدين ولا ينطق بالحق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يقف أمام الباطل، هذا ليس بداعية إلى الله عز وجل، هذا كذاب، وهذا طالب دنيا وطالب مناصب. أن تقول لا إله إلا الله وأن تصلي ثم تسكت للظلم، ترضى بالظلم، هذا ليس من دين الله في شيء. إذن قال الله سبحانه وتعالى لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى عليه السلام يعرف من هو فرعون،
فسأل الله سبحانه وتعالى العون، قال موسى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. سيدنا موسى طلب من ربي سبحانه وتعالى شيئين اثنين. الشيء الأول سأله فصاحة اللسان، لأن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل لسانا فصيحا اقتنع الناس بكلامه وقبل الناس دعوته، أما اللي عنده لسان معناها غير فصيح ولا لسان غليظ هذا أعرض الناس عن دعوته. والأمر الثاني الذي طلبه موسى من ربه جل وعلا اجعل لي وزيرا من أهلي، فالداعية إلى الله عز وجل يحتاج إلى أخ ناصح يشد من أزره، يعينه على طريق الدعوة، يذكره إذا نسي، ويرفع من معنوياته إذا اشتدت الأزمات وتكالب أهل الباطل. يستجيب المولى عز وجل لدعاء موسى فيقول له اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إنه أكبر طاغية على مدى التاريخ، يقتل الأبناء ويستحيي النساء ويستعبد الرجال، إنه طاغية قال للناس أنا ربكم الأعلى، إنه طاغية قال لشعبه ما أريكم إلا ما أرى. ورغم هذا كله يقول المولى عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا درس لجميع الدعاة، لكل الدعاة على مدى العصور، درس فيه شيئين اثنين. أولا لا تيأس من إصلاح أي إنسان مهما طغى، لا تيأس من دعوة أي إنسان، فلن يكون أطغى ولن يكون أظلم من فرعون. فأنت اليوم في بلد بالحمد لله مسلم، جارك أو أخوك أو أبوك أو ابنك بعيد عن الطريق، لا تيأس منه مهما فعل من الأفاعيل، ما ينجمش يكون أطغى من فرعون وأظلم من فرعون. الدرس الثاني القول اللين، لا للشدة لا للكلام الغليظ. القول اللين نحتاجه جميعا عندما نوجه الناس، المدرس والإمام والأب والزوج، والابن كذلك مع أبيه وأمه. القول اللين لا يثير الضغائن في النفوس ولا يزرع الأحقاد ولا يحرك الكبر، لأن كل واحد فينا إلا وفيه شيء من الكبر في نفسه، إذا خطبته بخطاب شديد تحرك ذلك الكبر في نفسه فرفض كلامك ورفض دعوتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. دخل ذات يوم واعظ من الوعاظ وإمام من الأئمة على أحد الخلفاء فقال له أيها الخليفة إني واعظك فمشدد عليك في الموعظة فاقبل مني. فقال الخليفة والله لا أقبل منك، إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا يمكن أنك أنت باش تكون أفضل من موسى، ولا يمكن أني أنا باش نكون أطغى وأظلم من فرعون. إذن يتوجه موسى وأخاه هارون إلى فرعون، ويدخل موسى في صلب الموضوع بدون تردد، ويعرض رسالته، لأن موسى ليس لا طالب ملك ولا طالب كرسي، ولا جاء باش ينازع فرعون في ملكه ولا لشيء، جاء ليدعو إلى التوحيد. دخل مباشرة في صلب الدعوة بكل وضوح وبكل شفافية وبكل ثقة في النفس، إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. طبعا لما يراه فرعون هك الثقة في النفس وكالوضوح في الطرح طبعا يصيبه شيء من الهلع وشيء من التعجب. يسأل فرعون موسى بكل استغراب وكذلك في نفس الوقت بكل تجاهل. قال فرعون وما رب العالمين؟ يجيب موسى بكل ثقة قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يقول فرعون كما جاء في القرآن الكريم قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال موسى قال ربكم ورب آبائكم الأولين. بعد الحوار بعد الاستغراب يأتي مرحلة الاستهزاء، وهكذا الذين يتصدون لدعوة الإسلامية في كل عصر، في البداية يسمعون منك يعبرون عن استغرابهم ثم يستهزئون بك، لا ينعتوك بأي نعت،
متطرف رجعي متخلف لا أدري ماذا. هكذا الشأن في كل عصر. ماذا قال فرعون لموسى؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أسلوب الاستهزاء بالدعوة. ولكن هذا لم يثني موسى عن دعوته، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهنا يأتي التهديد بعد السخرية، ما نفعتش السخرية يأتي التهديد. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، أي بمعجزة تدل على صدق رسالتي. فسقط في يد فرعون ورأى أنه لا بد أن يقيم الحجة وأن يستمع إلى برهان موسى، فقال لو قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها، فأسرع يقاومها ويدفعها وهو يحس ضعف موقفه. وهكذا شأن أعداء الإسلام وأعداء الدعوة الإسلامية لما يأتون من الدعاة الحقيقيون ويعرضون الإسلام كما هو واقع لا شك فيه، مش يحاولوا من الأول يستهزئوا، مش يحاولوا يهدوا، لكن لما يجيوا مش يجيوا للحوار من نجموش رواحهم، من نجموش أمام الحجة والبرهان. لما أحس فرعون بضخامة المعجزة أسرع يقاومها ويدفعها وهو يحس ضعف موقفه، ويكاد يتملق الملأ من حوله ويهيج مخاوفهم من موسى وقوله. هكاك باش يخوف الناس معه، قل لهم راه هذا يخطر، وراي هذه الدعوة خطر، وراي هذا إرهاب باش الصغار باش يقضي على الصغار، وراه القرآن هذا يخطر باش يطلع لنا جين نتاع ناس متطرفين وإلى آخره. وهكذا أسلوب معناها أعداء الإسلام وأعداء القرآن وأعداء الدعوة. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ اخطر عليكم وعلى أبنائكم. فأشاروا عليه أن يأخذ من موسى موعدا يجتمع فيه السحرة من كل مكان ويقابلون سحر موسى بسحره، فمن غلب اتبعوه. وهم في قرارة أنفسهم يظنون أن السحرة هم الغالبون، فيخيب أملهم وينصر الله سبحانه وتعالى رسوله موسى وتأتي الحجة البالغة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهنالك جن جنون فرعون وأخذ يهدد ويتوعد، ولكن بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب لم يعبأ بأي تهديد. ولذا قال المؤمنون كلمتهم بكل جرأة وثبات، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا الآن لما تبين لنا الحق ما عادش نخاف لا من تهديدك ولا من تقطيع الأيدي ولا من تقطيع الأرجل. وهذا الإيمان الصادق لما يخالط القلب الإنسان يصير معناها على بينة من أمر ولا يخيفه معناها كيد الكائدين. وهنا يتدخل الملأ، أهل النفاق وأهل الأهواء والذين يتزلفون للطواغيت تدخلوا ليهيجوا فرعون على موسى ومن معه ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم. فطمأنهم فرعون بأنه سيحكم القبضة وأنه سيزيد من القبضة وأنه سيعمل بقوانين قصوى وبقوانين الطوارئ وبقوانين كذا، وسيقتتل الأبناء وسيستحي النساء وهكذا. وأخذ موسى عليه السلام يعظ قومه وينصحهم بالصبر حتى يأتي أمر الله. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ومضى فرعون وملأه في جبروتهم، ومضى موسى وقومه يتحملون العذاب ويرجون فرج الله. وعندها تدخلت القدرة الإلهية فأخذ الله سبحانه وتعالى آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. ثم جاءت الأنذارات الأولى الواحدة والأخرى، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والله تعالى اليوم أيضا يرسل آياته على عباده في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر، لكن الناس في سبات. وكم رأينا من جراد غزا بلاد المسلمين، ونرى اليوم الجفاف يغزو بلاد المسلمين، ولكن القلوب قاسية، ولكننا لا نستمع لنذير الله عز وجل. ثم أعلنوها صراحة وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
وأدرك موسى عليه السلام أنه لا فائدة ترجى من القوم وأنهم مصرون على الكفر والفساد في الأرض، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأوحى الله إليه فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فإذا مررت أنت وقومك وإذا عبرت أنت وقومك فاتركوا البحر رهوا، أي ساكنا كما هو إغراء لفرعون بالعبور، فإنهم قوم مغرقون. وفي الليلة الموعودة خرج موسى ببني إسرائيل، وعلم فرعون بخروجهم فجمع الجموع وخرج في طلبهم، فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، وصار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق. وأمر الله الريح فنشفت أرضه، وهذا في قوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، آيات من رب سبحانه وتعالى. وجاوز موسى وبني إسرائيل البحر حتى إذا مر آخر واحد من بني إسرائيل جاء فرعون، وتردد في البداية، ولكن طغيانه وجبروته جعله يقتحم البحر. وهنا أطبق الله سبحانه وتعالى البحر على فرعون وجنوده. وحين رأى تلك الآية ورأى تلك الأمر قال فرعون لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما يتفكر الطغاة كان بعد فوات الأوان، هكذا في كل عصر ما يتفكر، كان لما تجي الطامة العظمى وينتهي الأمر. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كلنا غافلين عن آيات الله عز وجل. وهكذا نجى الله سبحانه وتعالى موسى والذين آمنوا معه، وأغرق فرعون والكافرين، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه والذكر الحكيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قصة موسى عباد الله من أعظم القصص في القرآن، وقصة موسى معناها تعاودت كثير من المرات، ولكننا في غفلة، وفيها من الدروس والعبر ما يحتاج منا معناها خطبًا ودروسًا عديدة. ولكن أهم الوقفات وأهم الدروس، أولًا أن نور الله عز وجل مهما حاول المجرمون طمس معالمه، وأن الطغاة وإن أثروا في عقول عامة الناس فترة من الزمن واستمالوهم بالمنح والعطايا، فإن القلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء. وتأملوا عباد الله في حال فرعون وسحارته، وكم وعدوا لقاء مواجهتهم موسى ومع ذلك انقلبوا فجأة عليه، واستهانوا بما وعد به حين أبصروا دلائل الإيمان، ولاذوا بحمل الملك الديان. إذن راه رب سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، والمجرمون هذم راه والله كيدهم ضعيف، ولكننا لا نقرأ التاريخ. ثانيا، عاش المؤمنون مع موسى عليه السلام في عصر فرعون ظروفا عصيبة ملؤها الخوف والأذى، ووصل بهم الأمر أن أسروا بصلاتهم وأن يتخذوا مساجدهم أن يتخذوا بيوتهم مساجد، كما قال لهم المولى عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال ابن عباس في تفسير الآية، قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع فرعون وقومه، فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم. وفي هذه الظروف العصيبة أمر الله تعالى موسى ومن معه بالصبر وبالاستعانة بالصلاة. يقول تعالى قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، وقال تعالى لهم ولغيرهم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا هو سلاح المؤمن عند الفتن،
وعند اشتداد الظلام واشتداد الظلم عليه أن يتمسك بصلاته وأن يتوكل على الله وأن يدعو الله عز وجل وأن يصدق في اللجوء إلى الله عز وجل. ثالثاً أن الصراع مهما امتد أجله، لأن قلنا أن الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي أبدي، وحتى إن ركن أهل الحق فأهل الباطل لن يهادنوا الحق أبداً، لن يقبلوا بالحق أبداً. إن الصراع مهما امتد أجله والفتنة مهما استحكمت حلقاتها فإن العاقبة للمتقين، لكن ذلك يحتاج إلى صبر ومصابرة واستعانة بالله صادقة. قال تعالى: قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا ينبغي أن يخالج قلوب المؤمنين أدنى شك بوعد الله عز وجل، ولا ينبغي أن يساورهم القلق وهم يصبرون على الضراء، ولا ينبغي أن يخدعهم أو يغرهم تقلب الذين كفروا في البلاد فيظنوه إلى الأبد وما هو إلا متاع قليل، ثم يكون الفرج والنصر المبين. أما الدرس الأخير وهو الدرس الذي نحتاجه اليوم في عصرنا أو في بلدنا، ماذا فعل بنو إسرائيل بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وجبروته؟ اتخذوا العجل. وهكذا اليوم أمتنا وهكذا بلادنا. كنا من قبل نحتج ونقول لا نستطيع أن نصلي الصبح في جماعة لأن ليصلي الصبح في الجماعة يقيدوه، ولا نستطيع أن نحضر حلقات العلم لأن الذي يحضر في حلقة القرآن يعمل عليه بحث ويز بطاقة تعريف وكذا. المرأة ما تلبسش الحجاب وما تلبسش اللباس الشرعي لا لشيء، أني مش يضيق علي في خدمتي وراه ما يخليونيش ندخل. باه يا سيد، ها وربي سبحانه وتعالى الفرعون الأصغر متاع البلاد هذه قذف في قلبه الرعب وهرب. فماذا فعلتم من بعده؟ إلا من رحم ربك اتخذوا العجل بالنفاق وبالجحود وبالبعد عن شرع الله عز وجل وبالأعراض عن حفظ القرآن وعن طلب العلم وبالأعراض عن الجمعة عن معنى حضور الجماعات إلى آخره. وهذه آية لنا، ونحن اليوم في ابتلاء وفي اختبار، وأقول بكل صراحة فشلنا في الاختبار، بكل صراحة أنا أولكم فشلنا في الاختبار. تبين لنا أن الأمة الإسلامية هذه إلا من رحم ربك نتكلم ولا نفعل شيئا، وهذا أعظم درس نستخلصه من درس موسى وقومه لما نجاهم ربي سبحانه وتعالى من فرعون. وأخيرا عباد الله، كما صام سيدنا موسى عليه السلام يوم عاشوراء من شهر الله المحرم شكرا لله على النصر للمؤمنين، صامه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ولا يزال المسلمون يتوصون بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ويرجون بره وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في ثواب صيام هذا اليوم، أي اليوم الغدوة إن شاء الله، إنه يكفر السنة الماضية، يقول وفي لفظ: وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فاقدروا لهذا اليوم قدره وسارعوا فيه إلى الطاعة وطلب المغفرة، وخالفوا اليهود بصوم يوم قبله أو يوم بعد. فالذي لم يصوم اليوم يصوم غدوة وبعد غدوة، واللي ما يقدر يصوم كان يوم عاشوراء قال العلماء أنه جائز وفي ذلك أجر عظيم بإذن الله تعالى. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقم الصلاة.